السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني الكرام، مرحبا بكم على قناة PLC براتيك للتحكم الآلي. اسمحوا لي الإخوان، تعطلت عليكم بزاف من حتى فيديو حيت كانت عندنا الخدمة كثيرة اليوم. يلا سالينا، وبغيت نشارك معكم واحد درنا واحد الأميليوراسيون ديال واحد لا ماشين ديجا كانت خدامة، وبغينا نضيف عليها واحد لا ماشين واحده اخرى بحال غيوليو اون سيري. بالنسبه لا ماشين الاولى اللي كانت ديجا خدامه، كان فيها لي زوتومات، الاساس هو هذا الاساس 1200، ها هو اساس 1200، وفي طروا ديال لي موديل لي زونتري وجوج ديال لي سورجي، وفيها 10 ديال لي فارياتور اميرسون. وبالنسبه للماشين اللي غنضيفو حنايا، زدنا هاد فيها تيا اس اس 1200، وفيها 3 ديال لي زونتري ديجيتال، وغنزيد واحد جوج ديال لي سورتي تما ديجيتال، وزدنا هاد 4 ديال لي فارياتور اميرسون تما نفس لامارك. دونك زدنا هاد لي رولي، كاين هنايا شي 30 رولي زدنا تقريبا. هاد لي رولي كيجيو لي الكوموند من السورسي ديال لي زوتومات، كيمشيو لي رولي. وهنايا لي ديجونكتور تيرميك خاصين باليمونطينا لي فارياتور، وغادي ندير ديريكت لي موتور الكتريك. بالنسبة للكابلاج ديال لي فارياتور اميرسون، كاينين لي سورتي جايين من لوطومات اللي غادي السونس افون و السونس اريير، وكاين لي زونتري خارجه من الفارياتور وغادا لوطومات كوم الا كان شي ديفو مثلا، بحال دابا هاد السونس افون السونس اريير جايه من لوطومات سورتي، و الفارياتور تاعهم خرج واحد لونتري غادي لوطومات اللي كان شي ديفو، كيطلع لك بان راه فارياتور ديفو فارياتور. بالنسبه ل لا بويسونس، هو هنايا كاين بالنسبه لهاد لي فارياتور فيهم اللور ديالهم كاينين واحد لي فيلتر، كتجي لونطري جايه من ديجونكتور تيرميك اللي هما هادو سيتان ديجونكتور تيرميك، غادي الفيلتر هو الاول، لاحظتوا معنا الفيلتر ها هو لتحت هنايا، ومن الفيلتر خارجين غادي لونطري ديال ال ا و ال 2 و ال 3 ديال الفارياتور. هنايا الفيلتر لونطري ديالو، وغادي ال ا و ال 2 ديال الفارياتور، وعاد من السورسي ديال الفارياتور اللي هي الاي والفي والدبل في، غادي ديريكت الموتور الكتريك. هادو هما لي بورني اللي غادي لي موتور الكتريك. وكاين ديجا عندنا جوج لي بومب هيدروليك تما، غادي ليهم ديريكت من ديجونكتور زائد كونتاكتور. هنا تلاحظوا معنا الكابلاج هادشي باقي مرون. دابا هنايا غادي نضيفوا واحد هاد الاساس 1200 وهاد لي موديل هنايا في بلاصه هاد لي جونكتور غنحيدوهم. ها هو عندنا كتلاحظوا معنا هذا هو الاساس 1200 اللي غادي نضيفو، غادي نضيفو هنايا لامبلاسمون ديالو. هادو قلنا هادو هما لي رولي كيتسمو لي رولي، هادو هما لي سورتي غادي نديهم ديريكت لي زوتومات. هاد الرولي كيتكوموندو من لوتومات، هو هذا. مثلا غنزيد واحد جوج لي موديل ديال لي سورتي، وهاد لوطومات غادي نركبو هنا، غنحيدو هاد ديجونكتور غنديبلاسيهم، وهاد لي دريسو غنديبلاسيو هنايا باش يولي عندنا لي سباس فين غيركب لينا الفارياتور، غيركب لينا لي زوطومات. هنايا لي بورني، عندي لي بورني جايين لي زونطري هادو كيكونو جايين من لي بوطون بوسواغ ومن لي فوتوسيلي. هنايا لي لا بويسونس لي غادي للموتور، هنايا كاين عندنا لي موتور ديريكت غادي يمشيو هنايا جايين من الفارياتور، وغيمشيو لينا لي موتور الكتريك. دابا غادي نمشيو باش نركبو لوطومات هنايا، نركب الاوتومات ونعاودو نرجعو ليكم على بركة الله. هذا هو السي بي اي اس اس 1200. الطريقة كيفاش نضيفو ليه شي موديل، كنحيدو هاد السويتش اللي كاين عندنا هنا،
جا محيدينو، كنجيبو مثلا الموديل ديال لوندري ولا صورتي مثلا، كنبركو على هادي وكندفعو صافي هو هنا ولا شاد مزيان. نفس الطريقة كنعاودوها للموديل الآخرين. دابا غادي ديجا نحيدو هاد، نحيدو الديجونكتور و لي باور ريمونطاسيون، باش يبقى لينا لي سباس فين نركب نزيدو نضيفو واحد جوج موديلات لي هما هادو. هادو لي موديل لي صغار خصنا نضيفوهم هنايا. نحيدو هاد السويتش، ضفنا ليهم هاد لي صورتي، بعد ما غادي نركبو الموديل لي صورتي، الموديل ديال لي صورتي غادي نكابليو السي بي اي لي زونتر ديالو لي صورتي، ومن بعد غنشوفو لارمور كيفاش ولات بعد الكابلاج، ومن بعد نطبقو لا ليمونطاسيون على الموديل ونوريكم كيفاش غادي نلوحو البروغرام. على بركة الله، هنايا كتلاحظو معانا الأرمار من بعد ما كابليناها قادينا لي كابلاج، هنايا كتلاحظو معانا كي ولات باينة مزيانة. بالنسبة ل السي بي هنا كي كليون طيب الأحمر والأورونج، لحقاش باقي ملحناش فيه البروغرام، باقي خاوي ل السي بي اي وحتى لي موديل لي زونتري ولي صورتي. بالنسبة للموديل اللي جا كنركب راه خدام مزيان، دونك خصنا نبقى يوزر ما بينه وما بين الاوتومات الاخر. كتلاحظوا معنا هنايا هاد الباور حولناه هنا باش خدينا لي سباس، هو الترانسفورماتور لصقناه هنايا. دونك باش ما نطولش عليكم، الفيديو الجاي ان شاء الله غنشوفوا كيفاش غادي نلوح البروغرام في السي بي اي. الفيديو الجاي ان شاء الله، واللي عجبو الفيديو يتابونا ويدير جيم، ولا عندكم شي سؤال شي حاجه يديروا في كومونتير باش نجاوبكم عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.